باستة عمور، شيء من الآخر. طبعا أول شيء راح نذوب الزبدة ونحط عليها طحين، ونحط بعدين الحليب، ونحط بعد البهارات الإيطالية، أي نوع تكون عندكم من البهارات الإيطالية. تالي ننزل الموزاريلا، ونحاول يعني يكون معانا هذا التماسك الجميل. وتالي نغلي الباستا ونحط عليها ملح وزيت زيتون، من 10 دقائق لربع ساعة راح تكون معانا جاهزة بهذا القوام. وننزل الصلصة البيضة اللي سويناها ونقلب يا معلم. الحين في البايركس راح ننزل الباستا اللي سويناها، وباجي الصلصة البيضة نصبها عليها من فوق، ونبتدي نحط جبن الموزاريلا ونوديها على الفرن يا معلم، وراح تكون معانا جاهزة. تالي راح نحط بطاط دوريتوس والتشيتوس، وراح تكون كذي جاهزة. وهذه هي طريقة الباستا مالت مستر عمر، شيء من الآخر لذيذ. Thank you عمر.